مرحبا يا حلوين، كيفكن اليوم؟ رح نبدأ حصتنا باللغة العربية بنص. من خلال هالنص رح تميزوا بين علامات الوقف. شو يعني علامات الوقف؟ خلوكم معي لتتعرفوا عليهم. بس قبل ما نبدأ حلقتنا خلونا نستمع للأغنية. عائلتي ما أحلاها، عائلتي ما أهناها، بالمحبة دوما نحيا، والاحترام شعارها. جميلة في تفاهمها، قوية في تعاونها، معا في كل ظروف، حبنا ليس بالمألوف، فنحن أسرة مميزة وهذا أمر معروف. سمعتوا الأغنية؟ شو رأيكم نشرحها سوا؟ تابعوا معي. عائلتي ما أحلاها، عائلتي ما أهناها، بالمحبة دوما نحيا، والاحترام شعارها. جميلة في تفاهمها، قوية في تعاونها، معا في كل الظروف، حبنا ليس بمألوف، فنحن أسرة مميزة وهذا أمر معروف. تابعوا معي. عائلتي ما أحلاها، عائلتي كتير حلوة كتير. عائلتي ما أهناها، هنية. شو يعني هنية؟ يعني ما بصير مشاكل بين أفراد العيلة، ولا بين الماما والبابا، ولا بين إخواتي، وأنا كتير بعامل إخواتي منيح، وهيك لازم أنتو تعاملوا إخواتكم. بالمحبة دوماً نحيا، عطول في محبة بيناتنا. شو يعني؟ منعيش دايماً بمحبة، يعني أنا بحب إخواتي، بعملهم منيح، بحب الماما وبحب البابا، وبسمع الكلمة، وبكون كتير منيح بتصرفاتي، وإنتو كمان هيك لازم تكونوا تتصرفوا كتير منيح مع أهلكم، لأنه أهلكم كتير بحبوكم، وإنتو كمان لازم تحبوهم مثل ما هن بحبوكم. جميلة في تفاهمها، قبل جميلة في تفاهمها، والاحترام شعارها. شو يعني والاحترام شعارها؟ يعني نحنا نحترم بعضنا كتير، دايما نتصرف باحترام مع بعض. يعني أنا بحترم الماما وبحترم البابا، مش بقلل من احترامهم. إذا قال لي البابا عملي هيك، بسمع الكلمة وبقول له نعم، هيك بكون عم بحترمه. وإنتو كمان لازم تحترموا أهلكم، كمان إخوتكم إذا كانوا أكبر منكم. ليه؟ لأنه بيفهموا أكتر منكم. والاحترام شعارها، جميلة في تفاهمها. جميلة، شو يعني جميلة؟ يعني حلوة، عائلتي كتير حلوة. شو اللي بحليها؟ التفاهم، تفاهم بين أعضاء الأسرة، يعني بيني وبين خيي وبين أمي وبين بيي. شو يعني بتفاهم معهم؟ يعني مش إذا قالوا لي شي بعمل مشكل دغري، لا، بقول نعم، بس ليه فسروا لي ليه؟ بتفاهم معهم هيك، يعني بالتفاهم حلو عائلتي.
قوية في تعاونها. تعاون، شو يعني التعاون؟ يعني منساعد بعضنا، ولما نساعد بعضنا بتصير عيلتنا قوية، ما بتفرق معها شيء. ليه؟ لأنه عيلتنا تتعاون، نحن منتعاون مع أهلنا ومع أخوتنا. شو يعني منتعاون؟ منساعد بعضنا بكل المشاكل، منحلها سوا، ما منختلف، منتفاهم ومنتعاون. انتو كمان لازم تتفاهموا وتتعاونوا مع أهلكم. قوية في تعاونها معا في كل الظروف، منضل مع بعضنا بكل الظروف. شو يعني بكل الظروف؟ إذا كنا مبسوطين، إذا كنا زعلانين، منضلنا مع بعضنا. حبنا ليس بمألوف، عيلتنا كتير حلوة ومنحب بعضنا كتير، مش كل العيال هيك مثلنا، بس نحنا لازم نحاول نكون كتير منحب بعضنا. فنحن أسرة مميزة، نحن عيلة. شو يعني أسرة؟ يعني عيلة، عيلة مميزة. شو يعني مميزة؟ يعني مش مثل كل العيال. ليه؟ لأن منحب بعضنا ومنتفاهم ومنتعاون، وهذا أمر معروف، وكل العالم شو بيعرفوا إنه نحن منحب بعضنا ومنتعاون مع بعض ومنتفاهم مع بعض. منعيد قراءة هالأغنية. عائلتي ما أحلاها، عائلتي ما أهناها، بالمحبة دوما نحيا والاحترام شعارها، جميلة في تفاهمها، قوية في تعاونها، معا في كل الظروف، حبنا ليس بمألوف، فنحن أسرة مميزة وهذا أمر معروف. وهلأ منتابع مع التمرين التالي. تابعوا معي بهالنص وركزوا منيح على العلامات الوقف. شو يعني؟ يلي حطتهم أنا بالأحمر، وفي منهم مش حطتهم بالأحمر، بس ركزوا عليهم أنتم. وصل أخي من السفر، وصل أخي من السفر. شو يعني وصل أخي من السفر؟ إجا خيي كان مسافر، إجا من السفر. جلب معه العديد من الحقائب، جلب معه العديد من الحقائب، يعني جاب معه كتير شنط. نحن بس نسافر بنحط غراضنا بالشنطة، مشان هيك هو بس إجا من السفر جاب معه حقائب شنط، لأنه حاطط فيها أغراضه، ويمكن جايب هدايا لحدا، مثل ما نحن بس نسافر ممكن منجيب هدايا لأصحابنا. التي ملأها بالهدايا، بشو عبى الشنط تبعوله؟ بالهدايا. التي ملأها يعني عباها بالهدايا. سألته، سألته أنا، كيف كانت رحلتك؟ كيف كانت رحلتك؟ كيف كانت؟ سألته، فهمنا؟ سألته، ركزوا منيح معي. أجابني، كانت جيدة، يعني رحلته كانت منيحة. أخرج هديتي من حقيبته، إذن جاب لي هدية شيلها من الشنطة وأعطاني إياها، وعطيني إياها، قدم لي إياها. انبسطت أنا بهالهدية. شو طلعت؟ طابة. ما أجمل هذه الطابة، كانت كتير حلوة هالطابة اللي جاب لي إياها. فتحت عيونكم منيح وركزتوا على علامات الوقف، رح نشوف شو يعني علامات وقف. وصل أخي من السفر، شو عندي بآخر هالجملة؟ نقطة. بما انتهت هذه الجملة؟ انتهت بنقطة. إذن أول علامة من علامات الوقف
شو يعني علامات الوقف؟ يعني أنا وقفت نتفة، أخذت نفس نتفة. اسمعوا منيح، وصل أخي من السفر، أخذت نفس، جلب معه العديد من الحقائب. إذن هيدي النقطة بالأحمر اسمها علامة وقف. التي ملأها بالهدايا، جلب معه العديد من الحقائب التي ملأها بالهدايا. شفت هون علامات وقف أيضا؟ نعم. شو شفت؟ الفاصلة، هي اسمها فاصلة، بس هلأ ما حطيتها بالأحمر لأنه بعدين رح أرجع أعلمكم إياها. هلأ رح نكتفي باللي حطيتهم بالأحمر بس. التي ملأها بالهدايا. كمان شو في عندي هون؟ وقفت بالحكي، أخذت نفس، هيدي نقطة، يعني علامة من علامات الوقف. سألته، شو حطيت من بعد سألته؟ نقطتين. سألته، وقفت بالحكي، نقطتين، يعني هي علامة كمان من علامات الوقف، نتعلمها بعدين. كيف كانت رحلتك؟ كيف كانت رحلتك؟ سألت، استفهمت أنا. شو يعني استفهمت؟ يعني طلبت منه يفهمني كيف أنا وعم بطرح السؤال. وشو في بآخر السؤال؟ علامة استفهام، يعني أنا لما طلبت منه، لما استفهمت منه قلت له فهمني كيف كانت رحلتك؟ شو حطيت بآخر الجملة أحبائي؟ حطيت علامة استفهام. هيدا علامة من علامات الوقف. لما أنا بدي أسأل شي، بدي أستفهم عن شي، شو بحط بآخر الجملة؟ علامة استفهام. أجابني، نقطتين، لأنه وقفت. كانت جيدة، كانت حلوة. شو حطيت بالآخر؟ نقطة، يعني علامة وقف. أخرج هديتي من حقيبته، فاصلة لأنه وقفت بالكلام. وأعطاني إياها، شو عميل؟ أعطيني إياها، حطيت نقطة لأنه وقفت بالكلام. بس شفت الهدية، أنا انبسطت، عبرت عن إعجابي فيها، شو حلوة هالهدية، ما أجمل هذه الطابة. شو حطيت بالآخر؟ علامة تعجب. ليه؟ لأنه أنا فرجيت لخيي أنه أنا كتير تعجبت وانبسطت من هالهدية اللي جاب لي إياها. إذن منعيد قراءة النص ومننتبه لعلامات الوقف. وصل أخي من السفر، جلب معه العديد من الحقائب التي ملأها بالهدايا. سألته، كيف كانت رحلتك؟ أجابني، كانت جيدة. أخرج هديتي من حقيبته وأعطاني إياها، ما أجمل هذه الطابة. هلأ بدي أطرح عليكم أسئلة، فتحوا عينيكم منيح ودينيكم وركزوا معي. بما انتهت الجملة التالية، وصل أخي من السفر، بشو انتهيت؟ بنقطة. إذن العلامة الأولى من علامات الوقف هي نقطة. بما انتهت الجملة التالية، كيف كانت رحلتك؟ كيف كانت رحلتك؟ بعلامة استفهام، لأنه هاي الجملة هي استفهامية. ليه؟ لأنه أنا عم بستفهم، عم بسأل، بعلامة استفهام. وهالجملة كمان، بما انتهت الجملة التالية، ما أجمل هذه الطابة، بشو انتهيت؟ بعلامة
تعجب، يعني هذه الجملة تعجبية. شو يعني تعجب؟ بتعبر عن إعجابي، ببساطة أنا فيها تعجبت كتير كيف جاب لي هالهدية. نرجع منعيد النقطة، لما تنتهي الجملة علامة الاستفهام لنقول إنه هالجملة استفهامية، لأنه أنا عم بستفهم، عم بسأل عن شيء. والنقطة الثالثة هي علامة تعجب، يعني هالجملة هي تعجبية لأنه أنا عبرت عن إعجابي فيها. وهلأ منتابع مع التمرين التالي. حقيبة، هدية، طابة، مطار، التمرين التالي شو بيقول؟ اقرأوا وأضعوا علامة الوقف المناسبة. شو يعني علامات الوقف المناسبة؟ إما النقطة، إما علامة التعجب، أو علامة الاستفهام. نقطة بذكركم وين بنحطها؟ لما تنتهي الجملة، بوقف أنا، خلصت جملتي. علامة التعجب لما بدي أعبر عن تعجبي، إنه أنا مبسوطة فرحانة. وعلامة الاستفهام لما بدي أستفهم عن شيء، بدي أطرح سؤال. أول جملة، ماذا وضعت في الحقيبة؟ ماذا وضعت في الحقيبة؟ عم بستفهم أنا، عم بسأل. شو حطيت بالشنطة؟ ماذا وضعت في الحقيبة؟ شو بحط أي علامة؟ نقطة؟ أكيد لا. علامة التعجب؟ تعجبت أنا شيء؟ كمان لا. أنا عم بستفهم، أضع علامة الاستفهام. ماذا وضعت في الحقيبة؟ علامة الاستفهام، لأنه هيدا سؤال عم بسأله. تاني جملة، ذهبنا إلى بيت جدتي باكراً. عم بخبر حدا أنا إنه رحنا على بيت تيتا، أي متى؟ باكراً. هون انتهت جملتي، انتهت الخبرية. خبرت إنه رحنا إلى بيت جدتي، متى؟ باكراً. بحط نقطة لأنه انتهت الجملة. ما أذكى أخي، ما أذكى أخي. عم بتعجب، عم بقول إنه خيي كتير ذكي. ما أذكى أخي، عم بتعجب. شو بحط علامة تعجب؟ ما أذكى أخي. وهيدي هي علامات الوقف، علامة الاستفهام لما بدي أسأل ماذا وضعت في الحقيبة؟ النقطة لما ينتهي كلامي تخلص جملتي. ذهبنا إلى بيت جدتي باكرا، وعلامة التعجب ما أذكى أخي. من تاب أتبع المثل لأظهر تعجبي. إذا أنا بدي أتعجب، بدي أعبر عن تعجبي بشي، شو بستعمل بالجملة؟ شو بقول؟ شوفوا معي، الفأرة سريعة. بدي أقول ياي إنه الفأرة كتير سريعة. شو بقول؟ ما أسرع الفأرة. إذن قلت هون إنه الفأرة كتير سريعة. شو استعملت؟ ما أسرع، ما أسرع. انتبهوا منيح، ركزوا معي. الدب لطيف، دب كتير لطيف، حيوان كتير لطيف، منيح. شو بقول؟
لحتى تعبر عن تعجبه. ما ألطف، ما ألطف الدب، بكتبها ما ألطف الدب، وبحط بالآخر علامة تعجب. القصة قصيرة. هالقصة قصيرة. شو بقول؟ بدي أعبر أنا عن تعجبي. أنا فكرتها قصة كتير طويلة، بس شو لقيت؟ إنه كتير قصيرة. شو بقول؟ ما أقصر، ما أقصر القصة، وبحط بالآخر علامة تعجب. الصيف جميل. شو بقول؟ الصيف جميل. ما أجمل الصيف، ما أجمل الصيف. طلعوا منيح معي. سريعة. شو صارت؟ أسرع. لطيف. صارت ألطف. قصيرة. أقصر. جميل. أجمل. يعني أنا شو استعملت لما قلت جملة تعجبية؟ ما، وشو كمان؟ أسرع، ألطف، أقصر، أجمل، كلهم مثل بعضهم، صح؟ بعدين لما تكبروا بتصيروا تعرفوا ليه. وهلأ بدي منكم ما تنسوا تتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك يلي عم تمرق بأسفل الشاشة، وأنا بلاقيكم بالحلقة المقبلة. باي باي. عائلتي ما أحلاها، عائلتي ما أهناها، بالمحبة دوما نحيا، والاحترام شعارها. جميلة في تفاهمها، قوية في تعاونها، معا في كل ظروف، حبنا ليس بالمألوف، فنحن أسرة مميزة، وهذا